الجهات او المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا مثلا لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عمليه الانشاء للمشروع تبعك راح اقسمها لثلاث نقاط. مرحبا يعطيكم العافية. بعد ما حكيت في الجزء الأول والجزء الثاني من الفيديو أهم النقاط اللي بتطلع عليها الدفاع المدني لما يطلع يعمل لك شكل المبنى تبعك، في هذا الفيديو راح أحكي عن إشي أنا سميته جنرال ستاندرز لأنه بيخلط بأكثر موضوع، يمكن يروح شوي للأركيتكتشر، يمكن يكون بعيد شوي عن الام اي بي، لكنه بضل عم نحكي عن اللايف سيفتي في المباني. من أهم النقاط اللي بتطلع عليها برضو الدفاع المدني إذا زاد عدد الأدراج للأكسس عن 3 درجات ديفينيتلي راح يطلب منك الدفاع المدني إنك أنت تزود هاي الأدراج بدرب زينات أو بريلينج أو بهاند ريل، وهذا بتاخذ الستاندرد تبعتها من الكودز وبتقدر تصمم بناء على ذلك خلال عملية التصميم. طبعا ديفينيتلي راح يطلع الدفاع المدني على خصائص مقاومة الحريق للعناصر او للماتيريالز المستخدمة في المبنى، فاذا كان مطلوب منه في المخططات الابروف انه يكون في عندك ابواب مقاومة للحريق راح يطلع على شهادات مقاومة الحريق لهي الابواب، اذا في ماتيريالز لازم تكون مقاومة للحريق راح يطلع على هاي الماتيريالز. ديفينيتلي كمان راح يطلع معك الدفاع المدني على انواع الماتيريالز المستخدمة، يعني اذا انت كنت ماخذ الابروف على استخدام مثلا الستيل راح تستخدم الخشب ديفينيتلي مرفوض، اذا كان مطلوب منك مثلا او ابروف انه تستخدم بلاستيك استخدمت مثلا شيء اقل من البلاستيك برضه ديفينيتلي مرفوض.